تعالوا نشوف مع بعض. كنا بنشوف في البلاد العربية، حد فاكر الأعلام دي أعلام أنهي بلاد عربية؟ السعودية. السعودية صح. سوسن خليل، أنا دكتورة في جامعة كامبريدج، بدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومؤسسة مدرسة كلامنا هنا في كامبريدج كمان. فاكرين اتكلمنا عن إيه عن مصر؟ احنا عارفين إن فيها حاجات معينة. البيراميدز مش فاكرة قولها ازاي بالعربية. اللغة جزء لا يتجزأ من الهوية، والحقيقة أنا قابلت ناس كتير سنهم قدي وأكبر مني كمان ما عندهمش اللغة، ودي بتسبب أزمة في الهوية كبيرة. يعني إتقاني للغة جزء من هويتي، كمان ده جزء مهم أنا عايزة أوصله لولادي كمان، إن هم عشان يعرفوا أصولهم مهم إن هم يعرفوا يتكلموا اللغة الأم كمان. طيب وهنا تكروا مين دي؟ سينجر بس مش عارفة مين. أحياناً بيجي لي طلبة من أصول عربية ما تعلموش اللغة، وجم على سن الجامعة أدركوا أهمية اللغة وعلاقة اللغة بهويتهم، فبيجوا يدرسوا، وإحنا يعني الدراسة عندنا 4 سنين، فأربع سنين بيدرسوا لغة عربية عشان يقدروا يوصلوا النقطة أو يعني الحلقة المفقودة في هويتهم. عن شو أخذنا نحن؟ شو درسنا هذيك المرة؟ Arabic countries، بلاد العربية. Like what؟ Jack. فلسطين. Fine. عراق. Maria. Syria. أمل. مصر. من خلال الحكي معهم ويسمعوا هن اللغة العامية المحكية دايماً بالبيت أو برا أو بالمدرسة، بخلي ينمي عندهم المخزون اللغوي بالعربي، وشوي شوي هن بيتعودوا إنه هن يكون عندهم ثقة بحالهم إنه يحكوا بالعربي أكتر، ويكون عندهم إذا هن بدهم يرجعوا على بلدهم يقدروا هن بكل ثقة إنه هن قادرين يحكوا بالعربي. الأسلوب اللي احنا متبعينه هنا في مدرسة كلامنا أصوله كانت في خبرتي في تدريس الجامعة. طلاب الجامعة اللي بندرسهم فصحى وعامية الاتنين، لأنه مهم إن هم يتعلموا الاتنين، عايزين يقروا ويكتبوا هيحتاجوا الفصحى، عايزين يتواصلوا في المجتمع هيحتاجوا العامية. من أين أنت؟ ففي المدرسة قررت إن أنا أعمل نفس الشيء، بنركز على الكلام واللهجة المحكية للولاد من جنسيات ولهجات مختلفة، وفي نفس الوقت عايزينهم يقروا ويكتبوا، فالقراية والكتابة بتكون مزيج ما بين العامية والفصحى، أو ممكن نقول لغة مبسطة. يعني أحب أقول للشباب اللي محتارين في هويتهم، هل أنا منتمي لهنا أو هناك، السؤال مش هنا أو هنا، إنما هنا وهنا.